اللغة السريانية يعود تاريخها إلى تقريبا 500 سنة قبل الميلاد، أي قرابة 2500 سنة، وتعد هذه اللغة من اللغات القديمة، تعد من اللغات القديمة على مر التاريخ. أكيد هناك الكثير من الكتب والمصادر والمخطوطات تؤكد قدم هذه اللغة. كلما زادت الهجرة كلما كان خطر على هذه اللغة كبير جدا، والكل يعرف. ووضعنا الآن في حالة حرجة جدا، يعني يوم بعد يوم هناك هجرة، هناك عوائل تترك العراق، فبالتالي تذهب إلى دول أخرى وتتكلم اللغة الموجودة هناك فتنسى اللغة السريانية. المتحف يعني نقدر نقول إلى نسبة من الدعم للغة السريانية، دائما موجود المناسبات والمهرجانات اللي نهتم باللغة ونهتم بحضارتنا وتراثنا القديم. أهم شيء إنه احتفاظ بهاي المخطوطات لأنه هي كلش قديمة. وبالنسبة لطبيعة المواضيع المخطوطات، هي مواضيع لاهوتية ليتورجية، أكو همنا مواضيع أنه أكثر شيء همنا كنسية.